وسؤالنا النهارده لحضراتكم وحديثنا عن ايه هو السلوك اللي اتغير بعد الكاميرات اللي اتغيرت في الشوارع، كاميرات المرور اللي اتركبت، واعتقد انها غيرت في سلوكنا جميعا واحنا بنسوق. ويمكن ناس كتير ملتزمة بقواعد المرور، لكن كمان في ناس بتستصعب حاجات معينة. دلوقتي بقينا جميعا أعتقد ملتزمين بقوانين المرور، لأنه القانون بيجيب التزام. صحيح. وخليني أقول لك أن التارجت بتاع الحكومة المصرية اللي لقيته أن هي هتعمل 4000 كيلو، وإحنا داخلين حوالي في 6000 كيلو دلوقتي. 6000 كيلو اتحطوا على رقعة الوطن المصري. طرق تقصد؟ طرق طبعا. بتكلم على طرق. مؤشر جودة الطرق في 2014 كان حاطط مصر في الترتيب 118 يا هدير. النهاردة في 2022 حاططنا رقم 28، يعني قفزنا 90 مركز في جودة الطرق. 90 مركز دول علشان تحافظ عليهم وعلشان تحافظ على جودة هذه الطرق لازم يبقى في قانون، لأن أنت لو ما حطيتش القانون الطرق دي هتبقى أكبر يعني خطر ممكن. خلي بالكوا إحنا من قبل 2014، قبل 2011 تحديدا كمان، كانت حوادث الطرق في مصر سبب مهم جدا في معادلة الحوادث والوفيات، كانت الأرقام صعبة جدا. والحمد لله احنا قفزنا برضو في قصة سلامة الطرق وجودتها. على أي حال عندنا أربع حاجات اتغيرت، مش فيا أنا لوحدي، في ناس كتير. قصة السرعة، قصة الحزام، قصة الأكل، قصة الموبايل. الحاجات دي كلها بقينا نعمل حسابنا عليها، بقينا ناخد بالنا منها، بقينا نتأكد كويس جدا من وجود الحزام، من وجود عدم الاتصال بالتليفون، لو في سماعة يبقى أفضل. كلنا بقى حرصنا إن إحنا يبقى الموضوع ده عندنا يعني ثابت في كل سياراتنا علشان ما نلجأش أو ما نتصورش، الموضوع دلوقتي بقى أوتوميتد، أنت عارفة كل حاجة. صحيح. يعني كاميرات في كل الشوارع وكل المحاور بتصور فيديو، بتصور كمان صور، ومربوطة بقائد السيارة، بتروح له المسج على طول أول ما يعمل المخالفة، سواء كانت مخالفة بقى خاصة بالتليفون المحمول، بالحزام، بالأطفال اللي بتبقى قاعدة قدام طول الوقت، أحياناً بالأكل. ويمكن ده سلوك إحنا كنا ممكن كلنا نكون بنعمله على اعتبار اللي يقولك أنا متعود، أنا بعرف أعمل ده، لكن الحقيقة أنه أنت أحياناً ممكن تأذي غيرك وأنت شايف أنك مش بتأذيه، لكن الحوادث اللي كانت بتحصل نتيجة لأنه لو حد للحظة ما خدش باله وما ركزش وهو بيعمل ده يعني تعمل كارثة لا قدر الله. ومسألة الحوادث دي على وجه التحديد إحنا يعني اتغيرنا فيها بشكل كبير. إحنا كنا بنتكلم في 2020 عن نسبة حوادث 56,000 ل 2021 وصلنا ل 51,000. فإحنا بنتكلم إن إحنا الالتزام بالقوانين بتفرق بشكل كبير، بتكون يعني بنسبة كبيرة رادعة للناس كلها، وده المهم الحقيقة، لأنه أي حد بيسافر بره وبيشوف قوانين المرور بره إزاي صارمة. صحيح. ولو إحنا هنا يمكن أول ما اتعملت الكاميرات كلنا كنا زعلانين من الغرامات وزعلانين من إنه بندفع غرامة، لكن أعتقد إنه اللي جدد السنة اللي فاتت وهيجي يجدد السنة دي لو كان دفع غرامات معينة سلوكه اتغير بشكل كبير. صح. وده المهم وده الفارق في تطبيق القانون، إنه علشان نلتزم لازم يكون هناك قانون، وقانون منفذ ده بيخلينا جميعا نلتزم. اللي كان بيتعدى السرعة هيرجع يلتزم وهيتعود بالمناسبة على ده، اللي كان متعود يسوق على سرعات عالية هيرجع يحس إنه خلاص هو بعد فترة كبيرة من إنه تعود على إنه يسوق على السرعات المقررة على المحاور والشوارع جوه البلد هيسوق بهذه السرعات. صحيح. حتى لو ما فيش كاميرات، لأنه الموضوع بيكون خلاص أنت تعود. صحيح. أنا قلت لك أربع حاجات: الأكل، الحزام، الموبايل، السرعة. هضيف عليها قصة إلقاء القمام. خليهم خمس حاجات، اعذروني مش أربعة. امبارح كان في تصريح مهم جدا لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، قال إن اللي هيتصور وهو بيلقي قمامة هتتسحب رخصته ومش هياخدها غير لما يدفع الغرامة. وخليني أقول لك يا مصطفى إنه الناس كانت بتحتفل بده على السوشيال ميديا. احتفال مش طبيعي، لأن قصة إلقاء القمامة من السيارة، يا جماعة بتشوف عربية آخر موديل وبتشوف ناس محترمة جدا، والله العظيم مش عايز أقول يعني، وتلاقيه فتح البتاع ورمى علبة سجاير، رمى كان زيت مش عارف إيه، رمى مش يعني ما تحطش كيس عندك مثلا كده جنبك تحط فيه الحاجات لما تيجي ماشي تحطها
موضوع بسيط على فكره، مش صعب يعني، الموضوع سهل جدا، لكنه القانون برضه هو اللي يخلي الناس تلتزم. زي ما احنا بنفضل نتكلم كتير عن هذه المساله وهذا السلوك وبيضايقنا جميعا، ويعني اهالينا من العمال اللي طول الليل والنهار شغالين على ده وبينظفوا الشوارع وبيخلوا الشوارع تظهر باحسن صورها، لازم احنا كمان نقدر ده ونشتغل على نفسنا هنا كسلوك افراد. لكن هي الفكره انه الدوله ما بقتش بتسيب حاجه للصدفه، تطبيق القانون هو ده اللي المفروض يكون علشان نشوف بلدنا زي كل الدول اللي احنا لما بنسافر بره بنتباهى بده. ده بيحصل ازاي؟ بتطبيق القانون. والغرامات بره غرامات اكبر بكتير في القيمه من الغرامات المفروضه دلوقتي، فان شاء الله جميعا نلتزم نشوف سلوك افضل. واعتقد انه زي ما كانت مساله ربط الحزام زمان مشكله كبيره، دلوقتي خلاص بقت كل الناس بتعملها من غير ما تفكر. كل كمان يعني السلوك المروري الجديد اتعودنا عليه، اعتقد كل الناس فرقت السنه اللي فاتت عن السنه دي، سواقتها التزامها بالحزام، التزامها بكل يعني القواعد المروريه الجديده. صحيح. احنا منتظرين مشاركاتكم وتفاعلكم على هذا السؤال، هل التزمتم بعد وجود كاميرات المرور في الشوارع ولا لم تلتزموا؟ هل هذا الأمر غير في سلوككم ولا ما غيرش؟ هل مخالفاتكم السنة اللي فاتت اختلفت عن السنة دي ولا لا؟ ناقشونا وكلمونا، الموضوع مفتوح. سلوك المصريين في حد ذاته لو اتغير في بعض الحاجات هيوفر على ميزانية الدولة أموال طائلة والله العظيم. قصة بس إلقاء القمامة دي، شوف كام عنصر بشري بيشيلها من الشوارع وممكن تأثر وممكن تعمل حوادث وممكن 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 وممكن. يعني قصة واحدة من دي سلوك المصريين لو اتغير فيها هتوفر علينا وعلى ميزانية دولتنا فلوس كتير. واعتقد انه لما يعني بيكون في اتجاه مجتمعي كمان لشيء ما بيكون تنفيذه أسهل. يعني إحنا محدش بره يقدر يرمي في الشارع، محدش بره يقدر يدخل في حارة مخالفة، محدش بره يقدر يسوق بسرعة عالية لأن الموضوع ممكن يوصل للحبس مش بس للغرامات. صحيح. فالالتزام يجنبنا جميعا الحوادث، يجنبنا جميعا يعني الإرهاق اللي بيحصل لأهالينا من عمال النظافة علشان إرهاق وتعب، وإحنا كمان في الصيف وعز الحر يعني شغل مثلاً بيكون صعب جدا ومشاق جدا عليهم. فبس لو حضرتك فكرت قبل ما تعمل هذا السلوك الغير حضاري بكل تأكيد هيفرق معنا كتير. إحنا بنصبح على حضراتكم في كل مكان ومنتظرين إجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا، هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر، منتظرين إجاباتكم على مدار الحلقة هنستعرضها مع حضراتكم النهاردة. ربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة وصباح الخير يا مصر.